تجسيدا للسياسة المنتهجة في قطاع الفلاحة وهي تقريب التخزين بجوار المنتجين، تم اليوم استلام مركب تخزين الحبوب بطاكزا بولاية أم البواقي والذي تفوق سعة التخزين فيه 300,000 قنطار. التسليم أشرف عليه وزير الفلاحة والتنمية الريفية الشريف عمري، والذي أكد على ضرورة التحكم بالتكنولوجيا العالية في تسيير المركب والاستثمار في الطاقة الجزائرية. وكنت أعطيت تعليمات باش نتوسعوا في التقرب في التخزين، باش نكونوا في التخزين يعني في الجوار، جوار المنتجين، وجميع التدابير تاع تسهيل في التخزين تاع المنتوج تاعنا، وهذا ما يخلينا ان شاء الله مرتاحين ونتفائلوا خير. المكسب هذا الاستثمار كبير، هو يعني يسير بالتكنولوجيا عالية ويسير بالرقمنة، وانا كنت عاينت القدرات الجزائريه في مهندسين جزائريين متحكمين بهذا التسيير. هذا هو الشيء الاساس، هو ناكدوا عليه على يعني التكوين والثروه البشريه. الثروه البشريه هي الدائمه وهي العنصر الاساسي في معادله الامن الغذائي. وتدعيما للشباب المستثمر، تنقل السيد الوزير الى مزرعه عجون السبتي بمنطقه سيلا، اين قدم له كل التسهيلات لتوسيع مستثمرته. مبروك عليك، عندك قوت قوت، عندك الباسان تاع الدوله عطاتو لك اعتماد، هذا اليوم جبتو لك انت كي شفت البارح المزرعه تاعك، ومازال خير قدام، ومازال تتوسعوا لقدام باش تنجح انت وينجحوا معك الشباب الاخرين. ليختم الوزير زيارته بتسليم شهادات رخص الصيد لعدد من الصيادين الذين تلقوا تكوينا على ذلك. في سياق